العمل التطوع بوزارة الصحة الفلسطينية. انضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد طريف. صباح الخير. صباح الخير طول كرم. صباح الخير فلسطين. صباح الفل والياسمين. يعني دكتور نحن نتحدث بصراحة حول العمل التطوعي الذي كان مفهومه شاملا واسعا بل وبات تقليدا لدى المجتمع الفلسطيني في السنوات السابقة من خلال الجمعيات، من خلال المؤسسات وأيضا المبادرات الفردية، لكن برأيك ومن خلال متابعتك ومن خلال أيضا ما يطرح من مبادرات من قبلكم والشركاء وإياكم، إلى أين وصل مفهوم العمل التطوعي في الوقت الحالي، وكيف ساهم كذلك في تعزيز إنشاء مزيد من الوحدات بصراحة الخادمة بشكل أساسي للمجتمع الفلسطيني كوحدة التبرع بالدم مثلا؟ نعم، يعني بداية دعيني أقول لك أن التأخير كان بسبب توجيهي، أنا لدي ابنة توجيهي، ف يعني هذا كل النجاح والتميز. الله يخليك. نعم. وانا دائما نعتز بطول كرم وبنتائج طول كرم ان شاء الله. ثلاث امتحانات اليوم، امتحان واحد. عودة سيدتي الى سؤالك، يعني الكل يعلم وخاصة منهم يعني نوعا ما متقدمين في السن بانه العمل التطوعي كان رديفا او غطاء للعمل الثوري في الانتفاضات او ما قبل الانتفاضة الاولى، حيث أن الإخوان كانوا عندما يريدوا أن يقوموا بأي عمل نضالي كان يتستر نوعا ما بالعمل التطوعي، لأنه كان هناك نوع من تكتيل وتأطير الشباب حول هذا العمل. لأجل ذلك كانت يعني الأحزاب الفلسطينية وعلى رأسها آنذاك كانت حركة فتح تخوض مثل هذا، مثل التطوع في المجال النسوي مثلا، في مجال تعليم عندما كان هناك تغلق المدارس والجامعات وما صحيح. إلى ذلك. لأجل ذلك تأصل هذا العمل في المجتمع الفلسطيني، وكل من تجاوز ممكن 40 أو 50 عام يعرف حقيقة وعاصر تلك الحقبات، أو من بدايات الثورة الفلسطينية كان الاحتلال يمنع وجود الشباب مع بعض أو كذا، فكان الحل أن يكون هناك جمعيات أو عبارة عن تكتلات شبابية تقوم بأعمال وطنية تحت غطاء أو ساتر أننا نقوم بأعمال تطوعية. وهكذا بدأت الثورة الفلسطينية، التي كل الثورة الفلسطينية بكل أحزابها وتنظيماتها قامت على العمل التطوعي. كان يعني أزعم مناضل لا يقال له أنت عقيد أو أنت كذا، كان اسمه هو مناضل، وهذه كانت رتبة يعني لا يستحقها كائنا من كان. نعم. عندما عادت السلطة الوطنية في 93-94 بدأ هناك نوع من أنواع تراجع في هذا العمل. ليش سيدتي؟ لأنه هناك من كان يقول لا وظفني أنا أريد وظيفة وكذا، يعني تدهور هذا المفهوم بشكل عام إلى مرورا بالانتخابات مثلا، إذا بدك أساعدك في الانتخابات وفر لي كذا وفر لي كذا. وللأسف يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه بأن هناك يعني نوع من التراجع الكبير في هذا الموضوع. لا, لا إحنا نريد إعادة هذا المفهوم. نعم. بعدة قطاعات، على سبيل المثال القطاع الصحي. سيدتي إذا كنا نتحدث عن وحدة دم واحدة. نعم. مستشفى خاص يقدمها أحسن تحسب على وزارة الصحة ب400 شيكل. إذن من يذهب إلى المستشفى طوعية ويتبرع بوحدة دم ويعطي من دمه هذا الذي يحيي، لأنه هنا لا نحسب بالمقابل المادي ولكن تحسب بأنه ينقذ حياة. ولكن شوفي إذا في ناس ممكن يروحوا ببلدان أخرى وخاصة طلاب الجامعات وكذا يبيع هذه الوحدة. فشوفي قديش يعني قدسية العمل التطوعي عندنا. وأنا بتحدى أنه من سماعة مسجد أو من نداء على موقع التواصل الاجتماعي بأن هناك مستشفى يحتاج إلى دم نستقبل أحيانا آلاف، لا أريد أن أقول مئات، سيما إذا كان الأمر يتعلق بالشهداء وبالاجتياحات الإسرائيلية إلى ذلك. نعم. نحن في وزارة الصحة بوحدة العمل التطوعي يعني إيمانا وتكريسا لبين قوسين نهج الثورة الطوعي نحاول العمل على عدة قطاعات. نحن من نستقبل في هذه الوحدة؟ نستقبل أولا المتقاعدين، وهم يعني أسيادنا وتاج روسنا، والواحد لما ببلغ سن 60 ما بيكون لا سمح الله لا إكسباير ولا شيء، بالعكس بيكون هو في قمة عطائه، ينام الساعات القليلة، لديهم الخبرة العالية جدا. نحن هؤلاء ولدينا نماذج وتستحق التكريم. مثلا
لدينا طبيب أتى من إسبانيا فوق الستين عام، قال أنا اكتفيت من الغربة وكذا، أنا بدي أخدم وطني بالمجان. وهو الآن في إحدى قرى نابلس يقوم بأداء، يعني أنا بقيمه عن 5 أطباء، بصحى من 5 بضل لبعد الظهر وبعد العصر وكذا. هذا جانب من جوانب العمل التطوعي. الجانب الآخر أو يعني القطاعات، الجانب الآخر هم طلاب الجامعات. لدينا ساعات معتمدة في كل جامعة، ويأتي الطالب يقول أن لدي مثلا 5 ساعة، نرشده إلى أين يمكن أن يفيد المجتمع الفلسطيني، وهذا ليس له علاقة بالتعليم الصحي. بمعنى قد يكون هناك طبيب يأتي نقول له روح والله بدنا نزرع حديقة، قد يأتي مثلا محاسب نقول له نريدك بالأرشيف، قد يأتي علاقات عامة نقول له نريدك مثلا في اليوم التطوعي هكذا. وهذا يعني أحد أهم أسباب أيضا تغيير شخصية الطالب. هناك كثير من الطلاب يعني يبدع بالأمر النظري، ولكن عمليا عنده بيكون بعض الخلل. نعم، وهنا دكتور يعني يقصد أنه ليس بالضرورة أن تتطوع فقط في المجال الذي أنت ربما يعني تعلمته، بل بالإمكان إذا كان هنالك مواهب أخرى، يعني هوايات أخرى، أن تكون مبدعا فيها وشغوفا. لكن نحن دائما وأبدا نعتبر العمل التطوع هو موروث فلسطيني، هو تقليد، هو إنساني أخلاقي، يعني تعتمد عليه الكثير من الشعوب في نهضتها وفي إعادة بعثها ربما وترميمها. لكن دعنا نتحدث أيضا، وطالما أننا في السياق الصحي الفلسطيني، ماذا عن الأجيال الحالية بصراحة؟ وأنتم كانت لكم تجربة الأحدث ولن أقول الأخيرة، وإنما نتمنى دائما الديمومة لمثل هذه الفعاليات والأعمال التطوعية. أبرزها كان أيضا المبادرة التي انطلقت بماراثون جميل رياضي صحي، ويدعو دائما وأبدا تحت شعار لا للمخدرات. برأيك هل الأجيال الحالية تتفاعل بشكل يعبر عن الانتماء وعن القناعة الحقيقية للعمل التطوعي؟ يعني شكرا ست وفاء على سؤالك اللي يعني يلخص أو عصب العمل التطوعي. بس خليني أعرج على نقطة أنه ذكرتيها في بداية سؤالك، لماذا يتطوع الفرد؟ يتطوع الفرد ليس فقط كي يفيد المجتمع، هناك أيضا استفادة عظمى على شخصيته. يعني أضرب لك مثل بسيط هيك بثواني. في طبيب عندنا اجى يشكي بقول لي انا عندي بنت يعني زي منطويه على نفسها وكذا وشي، قلت له بتعرف ايش حلها؟ في معسكر تطوعي في منطقه طوباس نزلها هناك. قال لي اعوذ بالله، يعني بقول لك معنى بتستحي. والله يا ست وفاء اسبوعين رجع يقول لي انا بدي اشكرك، تغيرت 180 درجه. يعني كيف علاقتها معنا، علاقتها صحيح. في زميلاتها، علاقتها في وسطها في الجامعه وكذا. العمل التطوعي له يعني فوائد ليس فقط على المجتمع ولكن على الشخصيه، وايضا له فوائد على عندما يريد الانسان ان يلتحق بالوظيفه، يكون نوعا ما يعرف السيستم اللي ماشي في الوزاره او في المنطقه او في المؤسسه التي تطوع بها. عوده الى سؤالك بخصوص العمل التطوعي سيما في وزارة الصحة، يعني حتىك فقط على الشهر الحالي اللي احنا موجودين فيه، نحن مررنا بمناسبتين، مناسبة اللي ب 14/6 اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهذا يوم هو جرد حساب لكل الدول كي يقولوا كم هناك نوع من الطوعية، وهذا تعتبر من السمات العظيمة في أي مجتمع بأنه لدينا كما قلنا على بين قوسين عن ندهة قديش في عندنا، وهذا يسمى بنك الدم الحقيقي. نحن بفلسطين لدينا بالفعل بنك دم حقيقي يتلخص أو ممكن يعني حصره في جهتين أساسيتين، أجهزة الأمن. أنا أتحدى الآن إذا اتصلنا في أي جهاز أمن في أي من الوطن وقلنا لهم بدنا 1000 وحدة، ما بيكون 1000 عسكري صافف بانتظام أمام مشافينا. والطلاب، الطلاب ولدينا بعض الجامعات مثل جامعة منظمة التحرير، جامعة القدس المفتوحة، هناك كل من يتبرع بوحدة دم يعطوه من 10 إلى 20 ساعة من 50 ساعة، وأيضا جامعات أخرى في الوطن. لأجل ذلك قمنا بعدة أيام تطوعية للتبرع بالدم، كان إحداها وكان رائع جدا في جامعة الخليل، جماعة
معنا عشرات الوحدات من الطلاب طوعية. طبعا جامعة الخليل ما كانت تعطي ساعات، ولكن كان هناك يعني عدد كبير من الطلاب أيضا في جامعة القدس المفتوحة، وهذا برنامج دوري نقوم بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الطبية المساندة بنك الدم. وأنا بعتقد أنه يعني كان عدد الوحدات المجموعة طوعية من الطلاب والطالبات أيضا كان ما أن نرفع رأسنا بفلسطين وأن نقول الحمد لله، ليطمئن المواطن لا سمح الله أي مصاب لدينا كم كافي من الدماء، وخاصة من هم مثلا أو نيجاتيف أو بوزيتيف، نأخذ إحنا أرقامهم على التلفون. الفعالية الأخيرة التي قمنا بها الجمعة الماضية كانت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تشاركت فلسطين مع كل دول العالم بتقديم أيضا جرد حساب أين وصلنا، لماذا نحن هكذا، ما المطلوب، ما المأمول. وأنا بدي أشكرك أنك ركزت على قطاع الشباب. من شاهد الماراثون لاحظ أن حوالي 70% 7 من كل 10 كانوا من قطاع الشباب، اللي آسف أن أقول بأنه الاحتلال يستهدفهم بهذه الآفة. الاحتلال ما بيستهدف رجل عمره 60 سنة أو عمره سنتين، هو يستهدف فئة الشباب من 12 سنة إلى 30 سنة، لأنه دول اللي بيصير عندهم التقلبات صحيح. الاجتماعية من قوسين المراهقة وعناد المجتمع والظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية السيئة، حالات مثلا خلينا نقول الحالات النفسية المتقلبة، لأجل ذلك يستهدفها. ولدينا، أنا ما بقول نوع من أنواع التجني بين قوسين على الاحتلال، لكن لدينا هناك ما يثبت بأن فلسطين أولا ليس لديها حدود. نحن لسنا والله في بيجينا من سوريا ولا بيجينا من العراق، فلسطين حدودها الاحتلال الإسرائيلي ومن يسيطر عليها. كل نوع من أنواع المخدرات يصلنا مصدره الاحتلال الإسرائيلي، ولا أريد أن أقول مصدره، ولكن من يمول ومن يساعد على إيصاله هو الاحتلال الإسرائيلي. بدليل إذا قلنا مثلا على إحصائية 2018 لدينا 2350 حالة ضبط، كان حوالي 20 أو 18 و 19% منها في مناطق القدس، مناطق حوالين القدس. في عام 2021 نوعا ما أيضا ارتفعت 21% في مناطق القدس. تركيز الاحتلال على القدس معروف لماذا. العالم كله يعاني كما قلنا من ظروف سياسية واقتصادية مواطنية، لدينا نحن نعاني من الظرف السياسي بأن الاحتلال ليس يسهل ولكن يمول ويمعن في محاولة إغراق شبابنا بهذه الأفكار. نعم، وبذا هذا أعتقد دكتور طريف أنها بصراحة يجب أن تكون أولوية أساسية في كل الأجندات الخاصة في المؤسسة الفلسطينية والوزارات، أن يكون العمل التطوعي على سلم الأولويات والاهتمام من أجل تعزيز هذا العمل التطوعي، وحتى في الجامعات الفلسطينية لا أن يكون فقط احتساب لساعات دراسية فقط لا غير. هو جميل هذا الشيء أن نحاول أن نفرض ونعود إلى العمل التطوعي بربما مختلفة، ولكن أن نعزز تواجده و بال عليه بانتماء حقيقي من الداخل من قبل أبناء الشعب الفلسطيني. ولربما أيضا الحديث يطول في هذا الموضوع وفي العمل التطوعي ومفهومه، ولكن نحن نتفائل بوجودكم ووجود كل من يدعو إلى إعادة تنشيط هذه الأفكار الخلاقة الخاصة بالعمل التطوعي وبلورتها من أجل النهوض في النسيج المجتمعي الفلسطيني ككل. إجمالا سيكون لنا وقفات قادمة، ربما بفعاليات أيضا لكم ومبادرات من خلالكم. نعم، بس دعيني ست وفاء أخيرا أشكركم بشكل شخصي، يعني للأمانة ما أن تواصلنا معكم بخصوص الرعاية الإعلامية لهذا الماراثون إلا كنتم السباقين، وهذا للأمانة شكر وقبل على جبين كل من يعمل في هذه المحطة. ولديكم منا درع ودرع وفاء سنقدمه لكم كنوع من الشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومعا وسويا. وأيضا أنتم طواعية قمتم بهذا العمل. نعم، وهذا يدل على نبل رسالتكم الإعلامية بالتأكيد، وهذا جزء من مسؤوليتنا المجتمعية والانتماء الذي دائما ندعو إليه، ونأمل أن يكون معززا طوعيا في داخل نفوس كل أبناء الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور طريف عاشور، وشكرا على أيضا كلماتك الجميلة بحق الفجر وطاقمه رئيس وحدة العمل التطوع في وزارة الصحة. كان قد تحدث لنا ومعنا عبر الخط الهاتفي الدكتور طريف عاشور، شكرا جزيلا لك. وفي هذه اللحظات نواصل مع حضراتكم.